السلام عليكم. اليوم نتكلم على قضية إنشاء المؤسسات الناشئة في دول العالم، وكذلك ترتيب نتاعها، والعلم أنه إنشاء المؤسسات الناشئة في كل دول العالم يعتبر عامل هام جدا ومؤشر قوة نتاع الاقتصاد واللي الديناميكية نتاع الاقتصاد في أي دولة، لأن الإنشاء نتاع المؤسسات يتطلب توفير التمويل المالي، كذلك يتطلب توفير الكفاءات والإنشاء يعني الأفكار، تبلور الأفكار في إنشاء المؤسسات، وكذلك يتطلب وجود قاعدة تربوية وجامعية قوية في أي بلد في العالم. إذن نروح نشوفوا الترتيب نتاع إنشاء المؤسسات الناشئة في دول العالم، وكذلك سوف نقارن ذلك مع دول إفريقيا. و يعني هذا التقرير جاء من منظمة عالمية واسمها ستارت اب رانكينج. أي إنسان يقدر يدخل لهذا الموقع ويتأكد بنفسه بهذه المؤسسة اللي تنشط عندها منذ أكثر من 12 سنة، وكل عام تمد تقرير على المؤسسات المنشأة في السنة الواحدة. إذا نتكلم على التقرير هذا اللي يخص 2023، إذا تم إنشاء ما لا يقل عن 800 مؤسسة في الجزائر لوحدها في سنة واحدة. إذا هذا الرقم اللي مؤكد، لأن فيه أرقام تعطيك يعني إنشاء المؤسسات الناشئة، وكذلك أرقام تعطيك المؤسسة الناجحة، لازم تكون هذه المؤسسة ناجحة. إذا هذا هو الرقم نتاع 800 مؤسسة، والجزائر تأتي في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، وفي المرتبة الثانية مقارنة بدول إفريقيا والشرق الأوسط، تأتي في المرتبة الثانية يعني بعد كاين دولة هذه اللي عندها 803 مؤسسة ناشئة. وكالعادة نشوفوا الجارة الغربية لهنا اللي راهي دايرينها بالخريطة بالصحراء الغربية. إذن تأتي هذه الجارة موروكو الصغيرة هذه تأتي ب 102 مؤسسة، والفرق شاسع 8 مرات العدد، وهذا يعطي فكرة على حالة الاقتصاد في هذا البلد وحالة الركود، ومقارنة بالجزائر واللي كذلك نقارنها بالدول العربية. الجزائر تأتي في المرتبة الأولى في عدد الستارت اب، ما يسمى بالستارت اب، الشركات الناشئة أو المؤسسات الناشئة. ونعرف أنه في الهند هي عندها اقتصاد جد يعني نشط كثير، وصل عدد المؤسسات في الهند إلى 15,000، ويعد الأكبر عالميا هو في الهند. إذن هذا هو الترتيب نتاع الجزائر إفريقيا في المرتبة الثانية، عربيا في المرتبة الأولى، وبعيدا كل البعد عن دولة موروكو هذه اللي كثرتنا بالدعاية نتاعها، الدعاية المخزنية اللي يقارنوا روحهم. قال لك احنا ما نقارنوش نفوسنا أفقيا، نقارنوا نفوسنا عموديا. إذا هذا هو الترتيب تاعهم، يعني يأتي في مؤخرة الترتيب كالعادة، يعني كالعادة كل يعني في كل المؤشرات والتقارير اللي تصدر من طرف المؤسسات الدولية يعني
اختصاصيين وخبراء عالميين، كل التقارير هذه تضع هذه المملكة في مؤخرة الترتيب، ودائما الجزائر تأتي في يعني أول ترتيب يعني بالنسبة لإفريقيا. وزين نروح نشوفوا الترتيب العالمي بالدول، يعني يعني بالجدول جدول الترتيب، نشوفوا أن الجزائر هنا تقع في مرتبة متقدمة جدا، يعني تقع مع الدول المتقدمة هنا يعني في أول الترتيب، يعني ماهيش بعيدة على المرتبة الأولى. هنا محطوش الرقم تاع الترتيب، لكن نشوف أن الجزائر راهي من بين دول العالم المتطورة في عدد المؤسسات الناشئة قبل السويد والبيرو وقبل حتى روسيا وبلجيكا والمكسيك وتركيا وكولومبيا، يعني قبل كثير من الدول اللي تعتبر في المقدمة تاع دول العالم. إذن في مؤشر إنشاء المؤسسات الناشئة، ونيجيريا هي اللي تفوت الجزائر، الدولة هذه هي نيجيريا ب 803، يعني مش فرق كبير مقارنة بالجزائر. إذا هذا هو ترتيب الجزائر فيما يخص إنشاء المؤسسات الناشئة وخلق المؤسسة الناشئة. نعاود نقول بأن هذا المؤشر وهذا يعني العنصر العامل تاع إنشاء المؤسسات هو مهم جدا، يعطي فكرة على الديناميكية تاع الاقتصاد وعلى النظام تاع التمويل تاع الاقتصاد وعلى القاعدة الجامعية تاع يعني تاع التكوين تاع يعني المؤسسات في أي دولة. هذا كل هذه العوامل تأثر بالضرورة على يعني على العدد المؤسسات الناشئة، وكذلك على المستوى الثقافي والمستوى الجامعي والمستوى يعني الذكاء نتاع الشباب في أي دولة. هو يعني النتيجة، يعني النتيجة في الخلاصة القولي أن الإنسان أو الشاب مهما كان المجتمع اللي يعيش فيه، الهدف تاعو هو إنشاء مؤسسة وللعمل فيها، واللي يخلق فرص عمل لآخرين، وكذلك ليطور نفسه. إذن كل شباب في العالم يصبون إلى إنشاء مؤسسات. إذن هذا عمل مهم جدا. إذا كان في هذه العوامل تجتمع في أي مجتمع في أي دولة، فالنتيجة تكون بعدد الشركات التي سوف تنشأ، وإذن بهذا يعني النتائج نتاع التقرير هذا المنشور من طرف مؤسسة عالمية نعاود نقولها، وليست بالضرورة صديقة للجزائر أو موالية للجزائر، حيث أن خريطة المغرب وضعتها بفلسفة أخرى غير يعني موالية للسياسة الجزائرية، يعني الموقف تاع الجزائر فيما يخص هذه القضية تاع الحدود مع الصحراء الغربية. إذا التقرير هذا يعتبر مهم جدا، ويعتبر عنده مصداقية كبيرة نقدر ناخذها بعين الاعتبار في تقييم، نعاود نقولها، تقييم المحيط المؤسساتي والمحيط الاقتصادي وكذلك المحيط المالي والسياسة التي تتخذها الدولة في تطوير الاقتصاد وفي خلق فرص العمل في الجزائر. إذن نكتفي بهذا القدر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.